الخير عليكم مشاهدينا، واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من تعمير. النهارده هنبدا حلقتنا بموضوع مهم جدا عن مدينه الغردقه اللي تم اختيارها في المركز الثاني في افضل الاماكن السياحيه على مستوى الشرق الاوسط، وده في تقرير للموقع العالمي تريب ادفايزر اللي يعتبر من اشهر المواقع السياحيه المتخصصه في تقييم الاماكن السياحيه، وده طبعا شهاده كبيره لازم يعني نشيد بيها. خلينا نعرف أكتر عن التصنيفات دي. معانا على التليفون دكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الفل بحضرتك. خلينا يعني نتكلم في البداية كده، تصنيف الغردقة كتاني أفضل وجهة يعني أو وجهة في الشرق الأوسط إزاي يفرق معانا في السياحة؟ دي شهادة، طبعا شهادة عظيمة إن تريب أدفايزر يدينا الشهادة ديت، لأن دي دل على شيء بيدل على أهمية المقصد السياحي في الغردقة، إن العالم كله أكبر محرك البحث على يطلع إن الغردقة تاني أكبر بحث على المحركات البحث عالميا بعد دبي على مستوى العالم كمقصد سياحي شتوي دافئ في أمان وأمن وجميل. ده حاجة عظيمة جدا وأكبر دعاية لمصر، عشان خاطر دي كمان مش بس كمان دي هتبقى دعاية للغردقة بس، هي دعاية كلها كبيرة جدا جدا لمصر كلها. صحيح. الغردقة والبحر الأحمر ومصر بصفة عامة وكل حاجة، إن كون إن العالم كله عايز يجي مصر وعايز يجي الغردقة وعايز يجي للجو الجميل والمنتجعات الجميلة اللي موجودة في مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بصفة عامة وجنوب سيناء، كل دوت بيخلي العالم كله يتشجع ويجي. لما حتى كمان كان في مؤتمر الفتور بتاع أسبانيا الأسبوع اللي فات، وكانوا عملوا زي إحصائية أو دراسة كده للناس، إيه حلم يعني إيه حلمك إنك إيه البلد اللي أنت تتمنى إنك تزورها، فتقريبا لقوا إنه أكتر من 7 أو 8 مليون في البتاع إن هم عايزين حلمهم إنهم يزوروا مصر. يعني مصر النهارده بقت حلم زياره لناس كتير جدا على مستوى العالم. اللي بيمنعهم الطيران لسه ما خططوش، وقتهم ما جاش، لكن الناس كتير جدا 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 على مستوى العالم الحقيقه عايزه تيجي تزور مصر، لان مصر النهارده كبلد مستقر، بلد امان، بلد اجواءه حلوه، الجو حلو، اسعاره مناسبه للكل، رحلات الطيران بتاعته مش طويله قوي مثلا من اوروبا او من دول كتيره جدا او من الهند او من اسيا او من كذا. الحقيقه كل ده حتى بعد مؤتمر المناخ اللي اتعمل عندنا في نوفمبر كمان ده كان عامل دعايه جامده جدا لمصر، وكانت مصر دايما موجوده على خريطه او محركات البحث عالميا. فده حاجه جميله جدا، واعتقد ان الفتره اللي جايه احنا في خلال الثلاث سنوات باذن الله هنكون وصلنا يمكن ل 30 مليون سائح ودخل حوالي 30 مليار دولار من السياحه. السياحه هي قاطره التنميه، هي صناعه الامل. صحيح. هي اللي بتشغل عماله عظيمه جدا واكبر، وهي كثيفه العماله، يعني بعكس المصانع النهارده كل ما بتتطور كل ما بتقل العماله فيها. السياحه كل ما بتتطور لازم ازود عدد الاشخاص اللي يشتغلوا في صناعة السياحة أو مجال السياحة، عشان إحنا بندي خدمة، بندي سيرفيس، والسيرفيس ده محتاج أيدي عاملة وبشرية تكون متواجدة مع السائح وحوالين السائح وبتشرح للسائح في كل حتة. لازم يكون في تواجد العامل أو العنصر البشري. فالسياحة كل ما بتيجي وكل ما بتتقدم كل ما إحنا بنشغل الوظائف، كل ما الوظائف بتتحرك، كل ما الصناعات اللي موجودة المصرية الأكثر من 75 صناعة بتتحرك مع السياحة، لأن السياحة صناعة عظيمة، لأن الفنادق بقى بتبتدي تطلب الأكل والشرب والمصانع تشتغل ومصانع السيراميك، الأقمشة، الحمامات، السباحة، المواتير، التكييفات، الأتوبيسات، العربات الليموزين، الكاريتا، البازار، المطعم، كل الحركة كلها والفلوس كلها بتتوزع على يمكن دي الدخل الوحيد اللي بيتوزع الناس كلها بتحس بيه على في ارض الواقع. فدي حاجه كويسه، ويمكن اخر شهرين او ثلاثه يمكن حضرتك
شفتي ان السياحه كان ليها دور كبير قوي وعامل احنا كبير شفنا قوي. احنا شفنا يا فندم الحكومة عملت مجهود كبير في قطاع السياحة السنتين اللي فاتوا، ده أثر عليه ازاي؟ هو في الحكومة عملت مجهود رائع، لان طبعا احنا النهارده عندنا البنية التحتية اللي اشتغلنا عليها ديت والدولة اشتغلت عليها، كان ليها تأثير كبير جدا النهارده، كطرق كمنشآت كصرف صحي هل ده كتليفونات. أثر؟ هل ده أثر على السياحة؟ طبعا بيأثر بالإيجاب، لأن طبعا النهارده كل ما كانت الطرق وكل ما كان التحرك وكل ما كان التنقل للسائح وكل ما كانت الخدمات موجودة، المطارات اللي اتوسعت، الخدمات الكبيرة، الأجهزة الحديثة اللي جت في المطارات بتاعت الكشف والأجهزة الجديدة اللي جت موجودة في كل حتة في مصر، الطرق الجديدة اللي هي مثلا بقى في الطريق الجديد مثلا اللي هو بيوصلنا لشرم الشيخ الموازي للطريق القديم اللي بيختصر الطريق اكتر من ساعتين، ساعتين وشويه، ما هي كل دي نقله حضاريه موجوده بنعملها، المصانع اللي موجوده مواد غذائيه وغيره وغيره وغيره، ما كل ده بيخدم على المواطن وبيخدم على السائح اللي بيجي عندنا. صحيح، الطفره العقاريه اللي حاصله ما هي ديت موجوده برضه، دي بتساعد على السياحه لان في سياحه كبيره جدا خليجيه الفتره اللي فاتت برضه موجوده في القاهره، يمكن ما كناش بنلاقي بنشهد حتى في القاهره، النهارده القاهره حضرتك ما فيش فيها غرفه فاضيه، ودي حاجه مؤشر جميل، كان دايما القاهره دايما كان الضغط بيبقى على البحر الاحمر على جنوب سيناء على مرسى صحيح. علم على المناطق الشاطئيه، النهارده بالعكس كمان المناطق دي كويسة وشغالة، إلى جانب كمان القاهرة، القاهرة أصبح ليها مريدين وأصبح ليها سياحة خليجية عظيمة موجودة من الخليج ومن دول أخرى، يعني أنا بقصد إن في تنوع السياحة الثقافية، النهاردة الأقصر وأسوان النهاردة نسب الإشغال فيها فوق 80%، المراكب السياحية الفنادق هناك أكثر من 80 85 كمان، عشان إحنا داخلين على اجازات نص السنه وعلى الاجازات الفتره اللي كمان، فالسياحه الداخليه كمان هتتحرك، لان السياحه الداخليه اصبح السائح المصري الحقيقه سائح مهم جدا وليه دور طب يا كبير جدا فندم، في التحرك. يا ايوه يا فندم، ازاي نخلي يعني بقيه الشواطئ بتاعتنا متقدمه زي الغردقه كده؟ هي متقدمه بالفعل، بس هي الغردقه يعني محظوظه لان في يعني التقييمات العالميه يعني يا فندم. في التقييمات العالميه يعني الغردقه طبعا الغردقه مدينه قديمه يعني خدت نصيبها وخدت حظها، الوصول اليها سهل، الاجراءات يعني انا بقصد الناس كلها بتتسوق عالميا، كاريتسي الناس كلها بتيجي يعني، وهي ليها اسم قديم من ايام مجاويش وايام الكلاب ميديتراني صحيح، الفرنساوي وايام كذا، يعني الغردقه معمول لها دعايه من سنين ومن سنوات عديده وليها اسم راسخ، وبعدين التطور اللي حاصل فيها بشكل دائم، البنيه التحتيه بتاعتها، الامكانيات اللي موجوده في الغردقه من غطس من دلافن من قربها كمان، الناس بتطلع من الغردقه تروح تزور الاقصر او تزور اسوان بالبر بالعربيات والاتوبيسات، قربها من الاقصر واسوان برضو ده خدمنا وخدمها، السفاجه اللي فيها الرمال الجميله والرهيبه اللي هي بتعالج الروماتويد وبتعالج امراض العظم وامراض كتيره جدا، فناس السياح بيجوا بيستمتعوا مش بالبحر بس وبالشواطئ وبالغطس وبالرحلات البحريه، لكن بيستمتعوا بالسفاري والجبال والطبيعه ده في منطقه البحر الاحمر، وبيستمتعوا كمان اللي عايز يعمل السياحه الشتائيه موجوده، عايز يطلع الاقصر واسوان بيحب يطلع بيطلع الاتوبيس يتفسح وممكن يقعد ليله او ليلتين، وممكن ان هو في ناس بتروح تعمل اوفر داي وترجع، الطريق كويس وامان والناس بتطلع، فانا بقصد موقع الغردقه كمان العماله اللي موجوده في الغردقه بتضيفه جدا 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 في البحر الاحمر، لان غالبيه اهل البحر الاحمر ناس طيبين جدا جدا ومضيافين جدا، وكمان في عماله بتجيلنا من هناك من قنا ومن الصعيد، ناس جدعان وطيبه، شبابنا واولادنا موجودين بيجوا من هناك
بيشتغلوا في البحر الاحمر صحيح وعشان لقمه العيش الشريفه. فالنهارده كمان عنصر الخدمه وعنصر الضيافه وعنصر الابتسامه اللي يعني حضرتك لما تنزلي الغردقه او تنزلي اي مكان في البحر الاحمر انت بتلاقي الاستاف نفسه هادي مبتسم على طول، عنده الصبر، عنده الجلد، عنده التحمل، عنده البشاشه اللي موجوده في الوش. دي ميزه يمكن مش موجوده في بلاد كتير، يعني صحيح. بلاد كتير ومنتجعات كتيره ما تلاقيش حضرتك فيها ده، لكن بجد بامانه دي موجوده عندنا، موجوده عندنا ان شاء الله في البحر هنيجي الاحمر بشكل كبير. ان شاء الله هنيجي نزور الغردقه قريبا يا فندم. دكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيه مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. امبارح عملنا بوست على الفيسبوك طلبنا من الناس افكار جديده تساعد على تصدير العقار للخارج، والحقيقه جالنا رسائل كتير فيها حاجات كتير حلوه وحاجات كتير صعب نحققها. هنحاول نعرضها دلوقتي كلها مع بعض. معانا على التليفون استاذ شريف الدمياطي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. خليني يعني اخد رايك كده، ايه اكتر الافكار اللي ممكن نعملها علشان نزود تصدير العقار المصري في الخارج؟ بص يا رانيا، هو في ناس كتيره جدا اتكلمت معاكي حتى في الموضوع ده، ناس اكسبرت في الريل استيت بقالهم سنين وقالوا حاجات كتيره جدا على الموضوع ده. انا رايي ببساطه الموضوع ده محتاج حاجتين، محتاج تنظيم ومراقبه، والاثنين دول يبقى من جهه الحكومه المصريه، يعني يبقى في تنظيم ومراقبه للبرودكت اللي بيتقدم وللديفلوبر ذات نفسه ولكل حاجه ليها علاقه بتصدير العقار. المستثمر لما بيجي يشتري من عندنا او العميل لما بيجي يشتري عن عندنا محتاج يطمن، زي بالظبط الامارات. انا لو عميل اجنبي رايح اشتري من الامارات ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا هبقى بنسبه 99% ضامن فلوسي عشان الاسكرو اكاونت. الدوله دلوقتي اعتقد ان هي بدات تتحرك كتير جدا عشان خاطر تنظم وتراقب كل حاجه ليها علاقه بتصدير العقار. حتى المعارض الخارج مصر بقت تحط ريجوليشنز جامده جدا على الشركات اللي هتطلع تصدر العقار بتاعها ده. بس اعتقد زي ما انا قلت لحضرتك ان الدوله لازم تتدخل بقوانين تحكم الموضوع ده وتامن بيها المستثمر اللي جاي انفست فلوسه والعمله الاجنبيه بتاعته في مصر، تامنه ان انت شاري مع ديفلوبر ايا كان عنده مشاريع وسابقه اعمال او ديفلوبر، انا ضامن لك الاثنين، اختار انت بس البرودكت المناسب ليك بالبادجت المناسبه ليك وانا ضامن لك الموضوع ده. فهو تنظيم ورقابه من وجهه نظر يعني صح عشان تصدير العقار يزيد جدا جدا في جمهوريه مصر العربيه. صحيح، واعتقد كمان ان الدوله بتقوم بده الفتره الحاليه. استاذ شريف الدمياطي بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. كمان معانا تليفون تاني من استاذ عمرو عثمان. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك وانا بالساده المشاهدين. مساء الخير يا فندم، خلينا نعرف يعني رايك ايه في قطاع تصدير العقار للخارج، يعني ممكن نقدم او نعمل فيه ايه؟ في البدايه اولا احب ارحب بحضرتك واحب ارحب بالساده المشاهدين. وبالنسبه لموضوع تصدير العقار، احنا عندنا في مصر خلينا نبدا الاول نتكلم على جزء العرض والطلب. احنا عندنا في مصر الطلب على العقار اكتر من العرض او اكتر من اللي موجود متاح في العقار، ولكن المشكله عندنا في الفئات السعريه. دايما بتواجهنا مشكله في ان المعروض غير مناسب للشريحه المستهدفه من العملاء. طيب، فبالتالي ابتدينا في الفترة اللي فاتت نركز جدا على تصدير العقار، وابتدينا نتارجت العاملين بالخارج او المصريين المقيمين بالخارج او المتعاملين بالعملة الصعبة عشان نواجه فكرة العرض والطلب، والمبالغ المطلوبة للعقار ما بقتش في متناول الجميع او بمعنى اصح بالسوق المحلي. وبالتالي بنلجا للتصدير العقاري عشان خاطر نعالج الفجوه دي. طب لما ابتدينا نروح لفكره التصدير العقاري واجهنا في كذا مشكله. اول مشكله واجهتنا هو ان مفيش معيار واضح لموضوع المساحه البنائيه. المساحه البنائيه فيها صافي وفيها اجمالي. الفرق ما بينها وما بين كل مطور، كل واحد ليه الكود بتاعه. احنا ما عندناش حتى الان في مصر قواعد منظمه لان الشقه اللي مساحتها وليكن 150 متر في العقد هي دي مساحتها صافي كام.
لو حضرتك بصيتي على الموضوع ده هتلاقي، لو حضرتك مسكتي مطور عقاري اكس وواي ودي، هتلاقي ان ال 150 متر هنا الصافي بتاعها غير ال 150 متر هنا الصافي بتاعها غير ال 150 متر الصافي بتاعها. فلازم يكون في معيار واضح للنسبه البنائيه في الصافي، وبالتالي هيبقى في لغه موحده. انا ما ينفعش اكون انا بصدر عقار لمستثمر اجنبي واقول له هتشتري شقه 200 متر في اكس يخش في اكس كومباوند او في اكس مطور ويخش يلاقي ان المساحه الصافيه هي مثلا 140 متر ولا 150 متر، وفي حين ان في شقه ثانيه في مطور ثاني 190 متر تلاقيها 160 متر، 190 متر اجمالي وتلاقي 160 متر صافي على سبيل المثال يعني. فدي اكبر مشكله واجهتنا في الفتره اللي فاتت في تصدير العقار، ودي اللي لازم لها حل، يكون حل بقوانين موحده. وعلى فكره عالميا موجود الستاندرز العالميه موحده في موضوع الصافي من الاجمالي، ودي اول مشكله بتواجهنا. ثاني مشكله بتواجهنا هو ان احنا في عندنا سعرين في السوق العقاري، سعر بيبيعه بالمطور بالتقسيط، وسعر بيبيعه المشتري اللي اشترى من فتره كبيره او من فتره بغض النظر عن فتره قد ايه اشترى عقار في نفس المنطقه او في نفس المطور وبيبيعها في السوق. فلازم يكون في تدخل من الجهات التمويلية، أو بمعنى أصح يكون فيه فعلا تمويل عقاري حقيقي لكل الوحدات، ويكون المطور يقتصر دوره على أنه هو مقاول ومنفذ ويبتدي يبيع بسعر واحد اللي هو سعر مثلا الكاش، ويبتدي من خلال القنوات الائتمانية من حيث البنوك أو الشركات التمويل تبتدي أنها هي تكون موحدة المعايير، كل واحد عارف سعر الفايدة، وكل واحد عارف ان الفايدة هياخدها على 5 سنين او على 10 سنين او حتى على 20 سنة. ايه تاني يا استاذ عمرو غير المساحة والتمويل؟ طبعا احنا بنتكلم في العقار، احنا الفترة الحالية كان على فكرة في نوع من انواع التكالب على العقار خاصة بعد تحريك سعر الصرف، احنا بنتكلم في تقريبا 317 مليار جنيه مبيعات السنة اللي فاتت في 2022، وده يدل ان لا لسه لازال الناس بتتوجه وعارفه قيمه العقار، وعارفه ان هو الاستثمار لازال الاستثمار الامن. صحيح، هو الاستثمار الامن. فاحنا لو حطينا القواعد منظمه كويسه لتصدير العقار اعتقد ان احنا هيكون عندنا ارقام هائله في القطاع العقاري. صحيح. استاذ عمرو عثمان بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، مكملين معاكم جولتنا في مشروعات الاسكان المطروحه الفتره دي، ودلوقتي هنروح معاكم نشوف مشروع جنه اكتوبر، نشوف اخر تطورات المشروع عشان كل الناس اللي بتفكر تحجز فيه. تعالوا نروح نشوف مشروع جنه اكتوبر ونرجع نكمل مع حضراتكم مره تانية. اهلا بكم مشاهدينا، النهارده احنا موجودين في مشروع جنه بمدينه 6 اكتوبر، يمكن ناس كتير من حضراتكم بعتوا لينا ان احنا نزور المشروع على ارض الواقع ونشوفه وننقل كل التفاصيل الجديده اللي متواجده في المشروع، والنهارده هنعرف كل التفاصيل مع البشمهندسه رانيا سمير نائب رئيس جهاز مدينه 6 اكتوبر. مساء الخير يا بشمهندسه. مساء النور. يعني انا فخوره جدا ان انا شايفه النهارده ناس ساكنه. وبنشوف تطور كبير قوي في جنة 6 اكتوبر، فدينا نبذة وقولنا ايه تفاصيل المشروع وصلت لحد فين دلوقتي. خطة الدولة المفروض اتعملت علشان ان انا اوفر السكن لكافة شرايح المجتمع. مشروع جنة هي شريحة الاسكان الفاخر، ابتدينا ان احنا بنعمل كومباوند متكامل المرافق محاط بسور بامن ببوابات، والناس بتستلم الشقق بتاعتها كاملة التشطيب كاملة المرافق. طب احنا هنا في أي مرحلة يا باشمهندس؟ مشروع جنة عندنا في اكتوبر اصلا بيتكون اوريدي من 280 عمارة باجمالي 6720 وحدة، اتعمل على كذا مرحلة. احنا هنا دي المرحلة التانية بتاعتنا، وفي مرحلة تالتة دلوقتي في الطرح عندنا. ابتدى يسكن معايا ناس، انا عندنا فوق 2200 أسرة ساكنة معايا في المشروع،
وشغالين في الطرح الجديد دلوقتي المفروض اللي موجود عندنا اونلاين دلوقتي، المرحله الثالثه. اه طيب لو احنا وضحنا في البدايه للناس المرحله الثالثه على مساحه قد ايه، الوحدات فيها مساحتها كام؟ المشروع عندي اجمالا يعني انا الاجمالي عندي احنا 280 عماره، الثلاث مراحل، الثلاث مراحل على بعض باجمالي 155 فدان. 155 فدان. المرحله الثالثه بقى احنا المراحل اتعملت طبقا للاولويات اللي عندي، ان انا طرحت تنفيذ العمارات مرحلي. فعشان كده هي المراحل، لكن انا أقول انا عندي كومباوند كامل، حتى المراحل اللي ابتدت تسكن معايا انا عملت لها زي سور علشان افصلها مؤقتا عن باقي المشروع اللي انا لسه بعمل فيه كونستراكشن دلوقتي. طب باشمهندسة قولي لي المساحات مساحات الوحدات اللي مطروحه في المرحله الثالثه قد ايه؟ احنا المفروض عندنا طرحين، عندنا نموذجين بنبنيهم، بنبني نموذج A ونموذج B. نموذج A عندنا تتراوح المساحات فيه من 110 ل 130 متر، نموذج B عندي من 100 متر ل 150 متر. عندي شقق بتبقى مفروض فيه اوضتين وريسبشن وحمام، لغايه فيه شقق ثلاث اوض نوم، ثلاث اوض عامه وريسبشن وثلاث حمامات. تفاصيل المرحله الثالثه ايه؟ طيب اشرحي لنا كده بالتفصيل. احنا المفروض نزلنا اونلاين طرح دلوقتي موجود ومتاح من يوم 15 في الشهر لغايه يوم 16. الناس ده طرح الكراسه، ده طرح الكراسه موجوده على الصفحه اونلاين. الناس بتدخل على صفحه بنك التعمير والاسكان، بتعمل ريجستريشن وبيبقى ليها يوزر نيم، بتاخد اليوزر نيم بتاعها، بتروح للبنك بتدفع دفعه الحجز الاولانيه اللي هي ال 100,000. 100,000 جنيه. بعد كده بتعمل ابلودنج للايصال اللي دفعوها. بعد كده بيتفتح لهم الفترة الثانية طبقا للمواعيد اللي في الكراسة في شهر 3 في يوم 5 بتتفتح يوم 1 بيختاروا فيها الوحدة اللي هم عايزينها. أي وحدة بيتم حجزها خلاص هي بتترفع أوتوماتيك من على السيستم. بعد كده بنقفل، وبعد كده بيتفتح تاني بقى المرحلة الأخيرة اللي هي خلاص كل اللي تم حجز الوحدات ليهم بيبدأوا إن هم هيكملوا دفعة الحجز بتاعتهم لفلوس توصل لغاية 20% من تمن الوحدة، ويليها مع الاستلام بدفع 10% تانيين. احنا المفروض ان شاء الله بإذن الله خلال 6 شهور مثلا هيكون الدفعات بتاعة الاستلام عندي ابتدت تبان تباعا، ان انا هسلم مرحلي ان الناس تبدأ تستلم وحداتها. يعني في ميعاد محدد للاستلام؟ احنا يعني بنقول ان المرحلة اللي في الطرح دلوقتي ممكن 6 شهور ان شاء الله. 6 شهور من دلوقتي؟ يعني بداية من 6 شهور هبدأ اي عمارة بتبقى خلاص افيلبل بسلمها، لان في وحدات افيلبل على طول وفي حاجات هتستلمها مرحلي. طيب باشمهندس كلميني على الخدمات اللي موجودة في المشروع، وبالأخص طبعا المرحلة الثالثة للطرح الجديد. المشروع المفروض عندي فيه 4 أسواق تجارية، كل سوق المفروض بيبقى فيه 8 محلات. بطرح المحلات بتاعتي بتنزل في مزاد، تم ترسية أكتر من محل عندنا، في بعض الخدمات خلاص قائمة بالفعل، سوبر ماركت متوفر، الصيدلية متوفرة، محل الخضار والفاكهة، المخبز، الحاجات دي خلاص اتوفرت. عندي بعد كده في 4 مساجد، في مسجد خلاص تم تشطيبه بيقام فيه الشعائر، في مسجد تاني خلال شهرين ان شاء الله برضو هيبدا يبقى يقام فيه الشعائر، والمسجدين التانيين تم تخصيصهم وفي الاجراءات بتاعتهم. كل مسجد فيه مسافه ما بينه وما بين التاني طبعا بيخدم على الكومباوند كله. طبعا. صح كده؟ طبعا، لان انا المفروض عندي مخطط معتمد قبل ما ابدا طرح المشروع بالكامل اعتمد من الوزاره، وهو ده اللي انا ببقى شغاله عليه. عندي في وحده صحيه برضو تم اسنادها المستثمر، خدها خلاص تم شرائها المستثمر. وعندي مفروض في 3 حضانات. الحضانات عندي بعملها زي النظام المتبع في هيئة المجتمعات، ان دي حاجات استثمارية بيتم التقديم عليها بطلبات، والمستثمر اللي بيبقى عايز بتنزل له اونلاين على صفحة هيئة المجتمعات من يوم 1 ليوم 15. الناس بتقدم ساعتها، بتدفع ساعتها جدية الحجز اللي عايزة في المبدئيا الأول. بتبقى قد إيه بقى يا باشمهندسة؟ هي المفروض لما بتنزل الحاجة أونلاين بتنزل مسعرة، فبيبقى المفروض نظام التسعير موجود. الناس بتدفع 10% الأول، وبعد كده بتترفع من الصفحة من يوم 16 خلاص الحاجات اتشالت. بنبدأ بعد كده نعمل زي مفاضلة ونشوف الناس كلها مين فيهم هيتم قبوله فنيا، وبعد كده أبدأ أعمل إن أنا هرسي لو هو عرض وحيد ولا في أكتر من واحد، فهعمل مزايدة عليهم لأن ممكن ساعتها مزايدات تتم على السعر. ولما يرسى عليه بعد كده بكمل المفروض الطبيعي، أكمل لغاية 25% ما عدا لو حد بقى طلب إن هو ممكن واحد يدفع في المزايدة، أنا عايز أدفع سعر الأرض كاش، خلاص خدها
فخلاص اتدفعت كاش كلها، ويبدا بعد كده يجي يستلم الارض ويبدا يشتغل فيها ان شاء الله باذن الله على ارض الواقع. طيب كلميني عن مساحات اللاندسكيب في المشروع في المرحله الثالثه قد ايه؟ انا على اجمالي المشروع انا عندي اللاندسكيب عندنا مساحته مش قليله، عندي مساحه لاندسكيب بالشوارع بالباركينجز والحاجات يعني في حدود 100 فدان هيبقى المساحه ليهم. عندنا اللاندسكيب هنا متنوع، عندي مفروض ما بين موجود في برجولات، في مشايات، عندي 2 نادي اجتماعي المفروض تم تنفيذهم، في واحد خلاص هيبدا جاري المفروض ان انا اجراءات تشغيله، التاني في التشطيبات بتاعته علشان اقدر اوفر الخدمه للناس. والمشايات اللي موجوده بالمقاعد للناس. هل في اختلاف ما بين المرحله الثالثه اللي بتتنفذ دلوقتي والمرحله الاولى والثانيه اللي خلصت اوريدي احنا شايفينها دلوقتي قدامنا؟ هو المشروع في الاخر معتمد على بعضه، انا ال 280 كله زي يعني مثلا انا نروح النهارده ما لقيناش حاجه هنا ناقصه فقلنا نعدلها في المرحله الثالثه. لا انا عندي مخطط معتمد من هيئه المجتمعات بشتغل عليه من الاول. انا بس اشتغل مرحلي طبقا للتنفيذ فقط. لكن المشروع في الكامل هو مشروع متكامل، مشروع كامل، مشروع متكامل، كامل متكامل للناس كلها. ايه اللي بيميز مشروع جنة اكتوبر؟ الموقع، انا عندي موقع مميز، احنا دقيقتين من عند وصل الدهشور، دقيقتين لميدان جهينة، موقع استراتيجي جوه قلب اكتوبر. الخدمات اللي بتتوفر ربطه بجميع المحاور الرئيسية للمدينة، طريق مصر اسكندرية، وصل الدهشور، محور جمال عبد الناصر. ردود فعل العملاء أو يعني المواطن اللي جه سكن النهاردة في جنة اكتوبر ايه؟ يعني اكيد بيجيلكوا ده على الجهاز. احنا عاملين فريق عمل متكامل، بنحاول اي مشكلة عند اي حد بنحاول نتعامل معاها. انا عندنا في شركات نزلت معايا، شركة للصيانة، شركة للامن وللحراسة والنظافة، علشان اخلي الكومباوند يفضل محافظ على الوضع اللي اتعامل بيه ويبقى فيه تطور مستمر. فالشركات كلها صيانة العمارات بالاسانسيرات بالابواب، فعشان نفضل ان شاء الله باذن الله يستمر في نفس الوضع ويمكن افضل كمان. بتتم ازاي صيانه العمارات يعني على مدار مثلا وقت معين كل فتره؟ انا عندي شركه نازله للصيانه شغاله معانا، شغاله يوميا 24 ساعه في 7 ايام في الاسبوع. اي شكوى من اي حد بيبلغ بيها فريق العمل وبنتواصل وبنحاول نحلها له على طول. شركه الامن معايا، الامن والحراسه والنظافه 24 ساعه الامن موجود 7 ايام في الاسبوع بيتواجدوا، فيعني بنحاول ان الدنيا تبقى ان شاء الله في صوره افضل على طول. طيب باشمهندسه، يعني لو انا قدمت وخدت واحده في جنه اقدر ان انا اقدم واخد واحده في الطرح الجديد؟ هو الاعلان نازل في الكراسه متاح لاي حد، حتى لو خد قبل كده وحدات يقدم تاني، لان ده اسكان المفروض فاخر. ده اسكان فاخر. ده اللي يختلف. ده يختلف. طب ايه الجديد الفتره الجايه في المراحل؟ يعني ايه اللي هنشوفه جديد في جنه؟ احنا لسه المفروض عندنا وحدات تانيه، يعني بعد الطرح ده لسه فاضل وحدات تانيه ممكن خلال السنه دي ان شاء الله باذن الله تطرح تاني. نطرح تاني للوحدات التانيه. قد ايه؟ يعني ممكن في حدود الالف وحده تقريبا. في حدود الالف وحده تاني. يعني اللي ملحقش او مش هيلحق يقدم في الطرح كراسات الشروط دلوقتي يقدر ان هو لسه في متاح، لسه في متاح لسه بينزل تاني ان شاء الله باذن الله. حلو قوي. طب خليني اسالك على اخر حاجه، لو انا طلعت تخيلت كده وطلعت معاكي واحده، ممكن تشرحي لي تفاصيل البنى والديزاين لما نطلع العماره هيكون شكلها عامل ازاي؟ الاسانسير بعد كده هنخش على ايه؟ هنلاقي ايه يعني تفصيليا كده؟ انا المفروض عندنا المفروض هنا في نموذجين. النموذجين انا الشقق في الاخر بتتسلم للناس، شقق كامله التشطيب كامله المرافق. مفروض كان في عندنا عيناتنا بيتم اعتمادها من خلال وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات وجهاز المدينه، بعتمد جميع الخامات اللي تم تشطيب بيها في جنه عامه. اعتمدنا جميع عيناتنا واللي هي بتنفذ بيها الوحدات كلها. الساكن لما بيستلم كل المرافق، عنده المية، عنده الكهرباء، عنده الغاز، عنده التليفونات، كل حاجته موجودة لغاية باب الشقة بتاعته. لغاية باب الشقة بتسليم كل حاجة جاهزة. يعني خلاص هو هيروح بس يتعاقد على المية بتاعته ويتعاقد على الغاز ويتعاقد على التليفونات، بس الحاجة موجودة وراكبة والبوكس راكب لغاية باب العمارة. باشمهندسة احنا حابين نشكركم على المجهود الكبير اللي انتوا بتعملوه. احنا كنا متواجدين هنا مش من سنة، اقل من سنة كنا هنا وكنا بنشوف كل ده على ارض الواقع، وفعلا في اختلاف. يعني حقيقي شكرا على مجهودكم والمجهود اللي الجهاز بيعمله هنا.
ميرسي، بشكرك. العفو، ربنا يخليك، ميرسي قوي. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. في فقرتنا دي هنتكلم عن الشقق اللي مساحتها صغيره ومحتاجين ايه علشان نغير الثقافه بتاعتنا ونبدا نفكر صح من اول شقه بنشتريها لحد الشقه الكبيره اللي بنحلم بيها. واعتقد ان الفتره اللي جايه المساحات الصغيره هتكون اكتر حاجه مطلوبه في السوق العقاري بسبب ارتفاع اسعار العقارات. خلينا نتكلم في الحاجات دي كلها مع ضيفنا النهاردة الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس إدارة مجلس العقار المصري. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك، مساء النور. خلينا في البداية كده، معانا تقرير عن المساحات الصغيرة صورناه في الشارع، تعال نشوف رأي الشارع إيه ونرجع نبدأ حلقتنا. عرضوا عليك شقة 60 متر بتسهيلات كويسة، ترضى بيها ولا لا؟ أوافق بيها طبعا. مش هتبقى مناسبة ليا أنا شخصيا يعني. طبعا 60 متر ما تكفيش أسرة، هتبقى بعد نفرين هيبقوا 4 و5. أنا واحد من الناس ما بحبش المساحات الكبيرة يعني، فاهم؟ بحب الحاجة على قد يعني 60 80 كده. لو بتسهيلات كمان أكيد، ما يعني في الظروف دي لا أرضى بيها أكيد. يعني مثلا في نفترض 60 متر كويس. كويس على قد ناس بسيطة. أنا عايز شقة على قد زي أي شاب عادي، إن أكون فيها أسرة وأتجوز وتمام. يعني أنا دلوقتي كشاب أشتري شقة، تمام، بشتري شقة فعلا عشان أعرف أتجوز. طيب إيه الشقة اللي تحب إنك تبدأ بيها حياتك كمساحة؟ 90 متر تكون كويسة كده، هتبقى أوضتين مرتاحين وصالة ومطبخ وحمام. أوضتين وصالة وحمام ومطبخ. يعني 90 متر كده مساحة بداية حياة حلوة. يعني اوضتين وصالة وحمام ومطبخ. يعني أنا حاليا آخد شقة هي 65 متر، وبأم ربنا يفرج عليها أجيب حاجة أكبر يعني. يعني أنا أقدر إن شاء الله أجيب شقة اوضتين وصالة وحمام ومطبخ. طيب لو ما لقيتهاش هتعمل إيه؟ هقعد بالإيجار الطبيعي. ما أنا شقتي أصلا 90 متر وصافي على 67. جميل كبداية حياة يعني. مش عارف بقى هعمل إيه يعني. هعيش في إيجار مثلا، هدور على حاجة إيجار على حسب مرتبي بقى يعني. ملهاش، هنعمل ايه؟ خلاص بنعيش في الواقع، هنعمل ايه؟ انا دلوقتي فنفترض معايا شقه صغيره، تمام، مرتاح فيها ومرتاح بالي، بكره توسع معايا. رأيك إيه يا دكتور في آراء الناس؟ طيب إحنا في البداية بس نتكلم على بالنسبة للمساحات الصغيرة. إحنا عندنا زي ما استعرضت في البداية ارتفاع الأسعار. ارتفاع الأسعار. ولكن مش عايز ارتفاع أسعار العقارات. ولكن مش عايزين ناخد موضوع المساحات الصغيرة إحنا مجبرين عليها عشان الأسعار عالية. بصراحة أنا شايفة إن أنا حابة المساحات الصغيرة. استوديو جميل وتقسيمة مختلفة زي يعني برا مصر. دي الثقافات بره مصر. صحيح. ودي اللي بتواجهنا في موضوع تصدير العقار. يعني يمكن انا طلعت بس بره الموضوع عشان خاطر يبقى في نظره تفاؤليه. هي احنا المساحه احنا مش مجبرين عليها عشان صغيره. احنا لو النهارده هنتكلم 60 متر وال70 متر وال50 متر، يعني في بعض الدول العربيه والاجنبيه استوديوهات موجوده 60 متر و50 متر و70 متر، مفيش مشكله خالص. ولكن احنا هنتكلم دلوقتي 60 متر تمنها كام النهارده وفين. يعني اولا نوعيه المشاريع او نوعيه المنتج اللي انا هشتريه. 60 متر انا ممكن اجيب 60 متر بمليون جنيه وب2 مليون جنيه، وممكن اجيب 60 متر ب600 الف، وممكن اجيب 60 متر كاسكان اجتماعي ب300 الف و350 الف على سبيل المثال. احنا مش عارفين طبعا في الاسعار وفي الاوضاع الاقتصاديه اللي موجوده حاليا واسعار تكلفه الانشاءات والمباني والمواد الخام، الأسعار هتكون ماشية في أي اتجاه تصاعدي يعني إلى أي مدى. فدي حاجة. فإحنا مش مجبرين على المساحات الصغيرة، إحنا محتاجين بس نغير ثقافتنا.
ولو بصينا احنا يعني انا شايف الاراء يعني الاغلبيه العظمى مش معترضين على 60 متر، وفي ناس اللي هي يعني هوافق والسلام، لا مش هتوافق والله والسلام. الحياه يعني بالتدريج، احنا لو هنتكلم على تقريبا 70% او 75% من اللي بيشتري وحدات شباب في بدايه حياتهم. ايه المشكله ان انا اجيب ال 60 متر وال 70 متر وال 50 متر وبعد كده ازود؟ احنا لو اتكلمنا على المكونات، شقه 60 متر هتكون فيها غرفتين وهيكون فيها وصاله ومطبخ وحمام، ما اظنش دي يعني في احتياجات في البدايه، يعني مش هنحتاج اكتر من كده. النموذج ده موجود بره مصر كتير جدا، ما هو ده اللي انا قلته في البدايه بالظبط كده، وده اللي انا قلته في البدايه، احنا مش مجبرين على المساحات الصغيره، احنا عايزين نغير ثقافتنا بس مش اكتر، مش اجبار ان احنا الاسعار زادت فاحنا هنضطر ناخد مساحه صغيره. طب شايف ده يا باشمهندس هيساعد الاسعار اللي زادت ان الناس تلاقي اسعار اقل شويه وهي بتشتري؟ طبعا احنا بنتكلم النهارده في الاسعار بشكل عام، متوسط الشقه النهارده 2 مليون و2 مليون و500 الف، يعني ده متوسط اسعار الوحدات، فاحنا محتاجين ان احنا يعني نرجع للمساحات دي تاني، ومحتاجين نغير ثقافتنا في الوحدة طالما مدياني احتياجاتي وملبيالي احتياجاتي، فين المشكلة؟ يعني وحدة 60 متر هتكفي أسرة أربع أفراد. شايف أن يعني أفضل مساحة، أقل مساحة الأفضل قد إيه؟ 60 متر ولا 50 متر؟ 60 متر كويسة، 60 متر تتقسم غرفتين وصالة، إحنا محتاجين غرفتين، غرفة أساسية وغرفة أطفال وصالة فيها قطعتين ومطبخ وحمام وطرق التوزيع، فدي هتتوفر معنا. شايف ان ده لو احنا عملنا ده، احنا سمعنا ان في شركة اوريدي عملت مشروع 60 متر واتباع وخلص على طول، يعني شايف ان احنا لو عملنا النظام ده وعملنا 60 متر في مشروعاتنا القادمة، الناس هتشتريها على طول؟ هتشتريها، هيكون في اقبال عليها؟ هتشتريها، الثقافة هتتغير، والاجيال الجديدة يعني انا شايف الثقافة موجودة عندها ومستوعبة، وخصوصا الناس اللي بتسافر دول اخرى بره مصر، سواء دول اجنبية او دول عربية، زي ما وضحت في البداية دي موجودة بره مصر ما فيهاش مشكلة. صحيح. يعني ده مش عيب ان احنا نوفر المنتج العقاري 60 متر وال 50 متر، حتى لو 50 متر في ناس هتشتري، احنا بس بنقول 60 اللي هي يعني انا شايف مساحة كشاب في بداية حياته مساحة ممتازة ما فيهاش اي مشكلة خالص، احنا بس بنحب او عاداتنا وتقاليدنا الواسعة والمساحات الكبيرة ودون جدوى. لا ده انا خليني يعني افتكر مع حضرتك وراجع نفسي، انا بشوف مساحات 60 متر ومستغلين الديزاين فيها لحاجات كتير جدا، تقول ايه ده، ما انا كنت احط ده فين يعني. لا الهندسة نفسها واستثمارنا في ال 60 متر نقدر ان احنا نعمل اماكن فيه كتير. احنا نقدر زي ما قلت لك كده، مكونات الشقة هتكون فيها غرفتين، غرفة نوم اساسية وغرفة نوم اطفال، وهيكون في صالة فيها أوضة سفرة مثلا وصالون ومطبخ وحمام وطرق التوزيع، مفيش حد في البداية محتاج أكتر من كده، يعني أنا شايف دي ممكن يعني نتعايش فيها لمدة ما بين 5 لـ7 سنين. صحيح، لحد ما نكون أسرة. نزود بعد يعني كده 60 تبقى 100 تبقى 200 حسب احتياج الأسرة. التدريج هي القصة يا رانيا، احنا اعتدنا عايزين الحاجة من البداية كبير. زي ما احنا عايزين بالظبط في كل حاجة مش في العقار بس. طب خلي الحياة تدريجية بشكل تدريجي، نبدأ ونمشي بشكل تدريجي. لو رجعنا للمشاريع الاسكان المتوسط بتاع الدوله، طب ما هو كان بيبقى 60 متر و65 متر، ازاي نغير فكر الناس والثقافه ونخليهم يبصوا للمساحات الصغيره؟ نوعيه المنتج، الوحده نفسها وما حولها، الكومباوند. احنا النهارده بنتكلم في رؤيه مصر 2030 والمدن المستدامه. صحيح. ومدن الجيل الرابع، اديله الوحده الصغيره بس فيها يعني قد تفاصيل مشروع كامل متكامل بنيه تحتيه ذكيه، صح كده؟ بالظبط كده. يعني نرجع لثقافه الاسكان الاجتماعي ولكن برؤيه مصر 2030 وبالمدن الجديده اللي كلنا شايفينها دلوقتي. شايف يعني ان احنا هنبدا بدا الحكومه الاول هي اللي هتنفذه علشان المستثمرين ينفذوه، لازم الاثنين مع بعض. دايما اقول الحكومه والقطاع الخاص نسيج واحد مكمل لبعض. يعني بتجرأ القطاع الخاص ان هو ياخد الخطوة، صدقيني هو الاثنين مكملين لبعض. ما احنا ما هو القطاع الخاص برضو عشان يبدأ محتاجين آليات، ما هو النهاردة احنا عندنا شروطات بنائية وعندنا كثافة. وزارة الإسكان بدأت
في الفترات دي موضوع الكثافة بدأ يبقى فيه تساهل كتير بصراحة، يعني ده شيء عظيم. كان في كلام ان المطورين العقاريين هيبدأوا يعملوا اسكان اجتماعي، هل ده صحيح؟ كان في كلام لغاية نهاية عام 22، ولكن وصل لحد فين؟ موضوع التسعير والأسعار وزيادة الأسعار موقفة الدنيا دلوقتي، الموضوع. ولكن عشان كده بقولك هي القطاع الخاص مع الحكومة ان الاثنين نسيج واحد. النهاردة يبقى في مشاركات مع هي الحكومة، هي وقفت بس ما تلغيش صح؟ لا ما تلغيش. لا ما تلغيش، يعني على ما اعتقد خلال نهاية الشهر الحالي او الشهر القادم هيكون في قرارات بالنسبة له. فعشان كده بقولك الاثنين نسيج واحد لبعض في المشاريع، سواء اسكان اجتماعي او اسكان فاخر، فالاثنين نسيج واحد. عشان خاطر نقدر نشتغل احنا محتاجين اليات ومحتاجين اشتراطات في البنى ومحتاجين كذا وكذا وكذا. الفكرة ايه يا دكتور؟ يعني الفكرة نفسها عشان نشجع الناس يعني يسمعوا برضو، كانت عبارة عن ايه؟ الاتفاق كان ازاي؟ فكرة ايه؟ تعملوا كومباوند مثلا اسكان اجتماعي، المطورين يعملوا كده، ولا كانت الفكرة ازاي؟ صدقيني هي الفكرة مش صعبة، يعني هي الفكرة مش حاجة، مش فكرة برة الصندوق. هي الوحدة النهاردة، وخلي بالك وهيسهل على العميل اللي عايز يشتري وعلى المطور اللي عايز يبيع. انا بدل الوحدة النهاردة مثلا اقل وحدة زي ما بنتكلم متوسط 2 مليون و 2 مليون و 500 الف. طب ما هو النهاردة الوحدة لما تبقى ب 700 الف و 800 الف افضل. والنقطة الاهم ال 60 متر دي نوعيتها، ان انا ممكن 60 متر اوفرها زي ما بنقول ب 700 و 800، وفي اماكن اخرى ب 600 و 500، وفي اماكن اخرى ب 300 و 400. يعني فهي المهم ان احنا نوفر كل حاجه في مكانها الطبيعي، ما نجيبش كله مع بعض في مكان واحد. شايف لو ده حصل هيفرق ازاي في السوق والاسعار؟ انا شايف هيفرق كتير في السوق كقوه شرائيه. بس احنا كنا بنشوف المطورين دايما بيهربوا من الاسكان الاجتماعي، ان هم بيحبوا يعملوا اسكان فاخر. ما هو احنا توصلنا دلوقتي ان السوق كله بقى اسكان فيه فاخر كتير. لا لا لا، مش قصه مكسب، هي الشرايح. او هقولك على حاجه، المبيعات الاوف بلان وفترات السداد اللي بتوصل ل 10 سنين ومقدمات 10% خلت العميل بتسهل للعميل شراء اي واحده. حتى لو انا جاي النهارده عايز اشتري واحده بمليون جنيه، لقيت الوحدة ب 2 مليون جنيه، مفيش مشكلة، بتجرأ وبشتري. ممكن ما اكونش عامل حساباتي هل ده هيساعدني ان انا اسدد او لا. دي بقى موضوع تاني مش هنتكلم فيه دلوقتي. فانا شايف الموضوع الوحدات الصغيرة هيسهل على الدولة، ان الدولة برضو كمشاريع بتطرحها فهي محتاجة انها تحقق مبيعات للمشاريع اللي بتطرح. هيسهل على شركات القطاع الخاص نفس الثقافة برضو تماشيا مع الدولة، وهيسهل على العميل اللي عايز يشتري. وبالتدريج والله كل حاجة تيجي، المساحات الصغيرة بعد كده نجيب مساحة تانية، هي لا أول ولا آخر حاجة. حتى لو أول حاجة بشتريها لكن هي مش آخر حاجة. صحيح. حتى زي العربية بالظبط. مين فينا جاب عربية هي عربية ركب عربية موديل واحد وماركة واحدة وسبت عليها بالظبط كده؟ طب خليني أروح مع حضرتك لحتة تانية كده، واشرح لنا إيه هو الإيجار التمليكي. الإيجار التمليكي هي صورة مختلفة عن الإيجار التقليدي اللي كلنا عارفينه، اللي هو الإيجار الجديد اللي هو كان بقانون سنة 1996. الإيجار التمليكي هو منتشر في بعض الدول الأجنبية والعربية، بيساعد الشباب على شراء الوحدة. بدل ما بدفع قيمة إيجارية وبقعد في مكان إيجار، بدفع قيمة بنطفق على، يعني الطرفين بيتفقوا عليها، القيمة دي تبقى الأقساط، بتبقى هي دي الأقساط. هو ده الإيجار التمليكي في مصر. أنا شايف أنسب مشاريع الدولة اللي هتقدر تساعد في الكلام ده. وفعلا سيادة الرئيس في عام 22 كان أصدر تعليماته بتسليم 100,000 وحدة إيجار تمليكي. إيجار تمليكي بالضبط كده. طيب وده إيه الفرق بينه وبين التمويل العقاري؟ التمويل العقاري بيتمول من جهة مصرفية أو شركات، يعني سواء جهة مصرفية سواء بنوك، وده المتعارف عليه، أو شركات تمويل عقاري. تمام. وبيبقى فيه مقدم أقل حاجة بيكون 20%، والبنك بيقسط 80%. والإيجار التمليكي ما فيهوش مقدم؟ ده ممكن عميل مع شركة، ممكن عميل مع الدولة، في مقدم بالتراضي، يعني زي بالظبط لما بنروح ندفع بالاتفاق، ما فيهوش رقم ثابت أو نسبة ثابتة. احنا محتاجين نعمم ده. احنا محتاجين آليات كتير. قطاع التطوير العقاري قطاع عريق، صناعة التطوير العقاري من الصناعات اللي بتساهم في الاقتصاد القومي ما يقرب من 25%، بتخدم قرابة 100 حرفة. احنا شايفين كلنا وعايشين نهضة عمرانية حضرية ما حصلتش قبل كده، غير مسبوقة في جمهورية مصر العربية بالكامل.
شايفين المدن الجديدة المستدامة، شايفين مدن الجيل، شايفين كل حاجة قدامنا، شايفين العالمين والعاصمة الإدارية، شايفين المدن، نسبة الأعمار اللي كانت المفروض توصل في 2030 من 7% توصل ل 14%، بالفعل احنا حاليا اقتربنا من ال 14% بسرعة الصاروخ، حاليا احنا حوالي 52 مدينة جديدة. فأهمية القطاع واللي بيحصل في القطاع في جمهورية مصر العربية صحيح. كلها كان معروف في التطوير العقاري وثقافة الكومباوند في القاهرة الكبرى بس، دلوقتي بقى في الصعيد وفي الدلتا عندنا المدن السياحية الساحلية والمدن السياحية، فكل ده مهم جدا ان احنا نشوف الآليات اللي هي بتساعد العميل انه يشتري وبتساعد المطور يبيع وبتساعد الدولة نفس النظام في البيع. واحنا عندنا الارض ثروة قومية في مصر صحيح. الاراضي كتيرة. خليني انقل مع حضرتك كده للعام بقى، يعني رؤيتك احنا في بداية السنة شايف القطاع العقاري هيحقق ايه في 2023؟ والله انا شايف قوة شرائية كبيرة من نهاية العام 22 وما زالت حتى الان في بداية عام 23، يعني الجمهور والعملاء بشكل عام بدأوا يطوعوا بأهمية العقار وأن العقار هو ملاذ آمن، وده حقيقي صحيح، مش انحياز للعقار لكن قد ما هي فعلا هو ده واقع. احنا شفنا الناس بتتخانق على طرح شقق اوضتين وصاله يعني بخمسة مليون جنيه وهي الوحدات الصغيرة دي أنا زي ما بقولك هتخدمنا داخليا وخارجيا. داخليا عشان خاطر الأسعار زايدة وارتفاع الأسعار، ولكن أنا مش عايز أقول الوحدات دي مهمة عشان ارتفاع الأسعار، أنا عايز أقول يا جماعة احنا محتاجين نغير ثقافتنا. أنا إيه احتياجاتي عشان خاطر أقول أنا محتاج شقة 60 متر ولا 100 متر ولا 200 متر ولا 500 صحيح. متر صحيح. احتياجاتي عشان أقدر صحيح. أشتري، مش مكان. احنا عندنا كلنا يمكن في بيوتنا في أجزاء في البيوت أو في شققنا ما بنتعاملش معاها، السفرة بقى ملهاش ما بنتعاملش معاها، بضايا إهدار للمساحة صحيح. وبالتالي صحيح. إهدار للمال صحيح صحيح. احنا ممكن بالعكس نستثمر بالمال ده في شقق تانية تدخل لنا دخل، اعيش في مكان سابت. واجيب مكان تاني اجاره يدخل لي دخل. شايف القطاع العقاري الاسعار هتعلى فيه الفتره الجايه لغايه دلوقتي؟ يعني احنا كنا بنتكلم زياده الاسعار من بدايه ارتفاع اسعار الدولار بنتكلم في 30%، يعني 30% زيادة الفصل، زيادة اللي ما حققش اللي ما رفعش سعره خالص هيرفع 30%، اللي حق اللي رفع 10% هيرفع 20%، هيبدأ يرفع. فاحنا بنقول من بداية الأزمة ما حصلت في ارتفاع سعر الدولار حتى الآن الأسعار هتزيد متوسط 30%. دكتور أحمد نورتنا، فكرتنا خلصت وإن شاء الله نبقى نقابلك تاني في تعمير ونتكلم باستفاضة أكتر ونوعي الناس تغير من ثقافتها. بشكرك جدا. بشكرك مشاهدينا، وبكده حلقتنا خلصت. انتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقة جديدة من تعمير.